19 إصابة بنقص المناعة المكتسبة الإيدز منذ بداية العام الحالي سجلتها دائرة الصحة في بابل، فضلاً عن أكثر من 140 حالة أخرى سجلت في سنوات مضت. الإصابات وبحسب دائرة الصحة أغلبها ناجم عن عمليات التجميل وعلاج الأسنان بأدوات غير معقمة أجريت خارج العراق، فضلاً عن عمليات الحجامة وإصابات أخرى نتيجة الاتصال الجنسي والملامسة. دائرة الصحة تهيئ ردهات خاصة في مستشفى الإمام الصادق لمعالجة المصابين. دائرة صحة بابل سجلت خلال هذا العام ما يقارب 19 حالة لحد الآن حالة مؤكدة، ولدينا أكثر من 140 حالة سابقة يعني على مدار السنوات السابقة في محافظة بابل. هذه الحالة طبعا بالتأكيد هي نتيجة يعني عوامل الانتشار هي معروفة، سواء كانت من خلال الاتصال الجنسي أو من خلال استخدام أدوات الحلاقة غير جيدة، من خلال الوشم والحجامة وغيرها من الأشياء التي من الممكن أنه يتم فيها استخدام أدوات غير صالحة للاستخدام وبالتالي غير معقمة. هذه الحالات تم رصدها من خلال فحوص الدم للمقبلين على الزواج أو للمتبرعين بالدم، فضلا عن فحص الوافدين إلى العراق. طبعا احنا نقوم بجميع الفحوصات اللازمه لمرضى الايدز عن طريق تقنيه فحص الالازه بالاضافه الى استخدام المواد المختبريه المقيمه من قبل وزاره الصحه. الفئات المستهدفه طبعا هي اولا النماذج التوكيديه الواصله الينا عن طريق المؤسسات الصحيه، نقوم باجراء الفحص التوكيدي لها بالاضافه الى فحص العماله الاجنبيه وطالبي الشهاده الدوليه وفحص الطوعي وفحص الملامسين. هناك رصد حالات إصابة من عن طريق النماذج المرسلة إلينا من مركز فحص الزواجات بالإضافة إلى الفحص الطوعي والمتبرعين من مصرف الدم الرئيسي. دائرة الصحة كشفت أنها هيئت ردهات خاصة في مستشفى الإمام الصادق لمعالجة المصابين مزودة بكل الأدوية والمستلزمات، وهناك بروتوكول علاجي متكامل للمرضى. وفي الآونة الأخيرة كثفت دائرة صحة بابل فحوصات الإيدز للوافدين إلى العراق بوجه عام وللعمالة الأجنبية المقيمة على وجه الخصوص تلافيا للزيادة في أعداد الإصابات. من محافظة بابل حيدر الشلبي، يو تي في.